لما يلعب الاتحاد على أرضه يدخل في إشكالية، ممكن كذا وجهة نظر، ما بين السرعة والتسرع، أن اللاعبين ما يملكون صبر، يبون يفرحون هالثلاثين الثلاثة وثلاثين اللي موجودين، فتكون قدام الباب يعني فيه تسرع أكثر من سرعة اللعب. وأتوقع أن اليوم الكل تفاجأ بأداء حارس الاتفاق، حارس كبير، حارس يقدم نفسه بشكل جيد قدام الهجوم الاتحادي، ما كان فيه ممكن لقطات تقول والله اللاعب عنده رعونة ولا حب يستعرض، سووا اللي عليهم، بس الحارس مميز. بالتأكيد احنا لما نتكلم على جمهور الاتحاد دائما محفز عبد الله، دائما جمهور الاتحاد، وانا اقولها واكررها دائما، هو الفحص الدوري للاعب اللي يتمرن واللي ما يتمرن، لانه لازم تكون في مشغل جميع محركاتك على طول المباراة، ولا يخليك توقف ويخليك تخجل من نفسك لو وقفت على الدعم اللي جالس يجيك جوا المدرج. ناس مو هم منظرين داخل المدرج، في بعض المدرجات الان تلقى الجمهور يتفرج، مو يتفرج، يحل ولا جالس عشان يعلم اخويانا ان اللاعب هذا سيء، يقعد يمتحنه طول المباراة، ويا مدرب نزل يا مدرب زي كذا. لا، في جمهور لا داعم لفريقه، داعم لناديه، حط لي 11 وابشر بالسنة. وهذا الدور الايجابي. انت اذا لعبت في لاعبين الان تلاقيه مو فت 100%، او خلينا نقول حتى لياقيا او حتى مهاريا، ولكن لما يعني لما يلعب بروحه بقلبه اكيد الفريق لا مستحيل يكون كله مهره، ومستحيل 11 لاعب ما يصير في نقاط ضعف حتى على مستوى العالم كله. صحيح، ولكني انا اجلس واقعد اركز على لاعب معين واترك البقيه الباقيه واخلي كل واحد مرتاح، لا. في مباراة الاتحاد اليوم صراحة أنا أعتبرها مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، مدربين عارفين فريقهم. أنا لما أشوف مثلا نونو مدرب نادي الاتحاد وأشوفه تقريبا في الدقيقة 63 يخرج برونو هنريكي عشان يلعب محور واحد اللي هو طارق حامد، ينزل هارون كامارا بحيث أنه أبلعب محور واحد وبلعب نفس الطريقة هذه اللي عندي، بزود الكثافة الهجومية. بعد ذلك لما جدي دقيقة 74-68 الأطراف اللي عنده اللي هم يشغلون نادي الاتحاد اللي هو حمدان والعبود طلعهم، ولكن البديل ما كان في الفورمة اللي هم مدالله. صح قراره، واضح أن شفت عبد الله بعض التغييرات، تغييرات مدرب لياقة مو لازم فنية، خلاص هذا وقف، خلاص هذا دقيقة كذا عطاك كل شيء. لأن حق العبود وهو طالع كان زعلان. في بعض اللاعبين يزعلون حتى لو إنه ما سوى ولا شيء، تلاقيه هو يعني هو يزعل إنه خرج، طبيعي جدا ترى يزعل إنه خرج وطبيعي جدا، ولكن أنا برضه هو يزعل إنه خرج، ولكن إذا وصلت عند زميلك عند الدكة لا مرة تتغير نفسيتك، لأنك أنت تخيل الموقف مكان بعض. وش موقفك وزميلك رافض ولا زعلان، كأنك قاعد تشكك في سواء قرار المدرب أو في زميلك، ولكن اللاعب يزعل بالتأكيد. أنا بزعل إذا ما زعلت وأنا طالع وأصير بارد وجه، بيطلعني وأنا سيء مثلا، أو ممكن بعض المرات زعلان على نفسه، ولكن أنا أتوقع أنها تغلط. واضح أن الطرفين هذول هم المحركات اللي يعتمد عليهم نونو.